يعني كل مدخراتك في مصر بقت ورق. بطلوا هري، بطلوا هري بقى. بطلوا هري، بطلوا هري بقى. السكر الابيض بالنسبه لي دلوقتي بقى ايه؟ حاجه يعني لو رايح ومفيش يشربه من غير سكر خالص او ربع معلقه، اللي هو يا دوب ربع، تخيل من 5 معالق، بقول لك ده في المره. انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد، حلو؟ مش هيزيد. كلمه 20 جنيه مش هتحصل، ومش هيوصل 25، ومش واليوتيوب لا ينسى، ومش هيوصل 30 خالص. بطلوا هري، بطلوا هري بقى.